تم هذا اليوم زيارة ناحية أور والاطلاع على المشاريع المنفذة فيها، حيث كان لنا زيارة مشروع ماء مجمع ماء سعة 500 متر بالساعة، اطلاع على الأعمال المنفذة فيه وهو من المشاريع الأمن الطارئ لعام 2022. وجدت حاليا الأعمال المنفذة فيه تم تجهيز كافة كمية الأنابيب، كافة الأنابيب بكافة الأقطار ضمن الكشف الفني، كذلك تم إكمال طبقات الترابية وطبقة الحصى الخابط، وحاليا في طبقة الأسس تسليح. وجهنا الشركة بمضاعفة الجهود وإكمال صب الفاونديشن لموقع المجمع، كذلك وجهناها بالمباشرة بالخط الناقل والمباشرة بالشبكة داخل القرى. يشمل هذا المشروع القرى، قرى آل بوحمود والقرى آل بكريدي وقرى آل عشر يخدم حاليا هذا المشروع، إضافة إلى المشاريع التي نفذت في عام 2021 بحدود جزء من القرى داخل سيد دخيل. كذلك تم زيارة بعض المشاريع في ناحية أور أنجزت منها هذه المشاريع، من ضمنها مشروع إنشاء مجمع ماء سعة 500 ضمن 2021، نسبة الإنجاز وصلت بحدود 98، إن شاء الله يتم افتتاحه في الأيام القليلة القادمة.